وننتقل مع حضراتكم إلى الأسكندرية وأحمد عبد الرازق. أحمد، أرحب بك. ويعني كما شاهد البعض، الأمطار لم تتوقف لدقائق حتى في الأسكندرية في الأمس. ماذا عن اليوم؟ تفضل. تحياتي لك نانسي. هذه محافظة الإسكندرية، وما زالت درجة الاستعداد القصوى في المحافظة قائمة حتى الآن ومستمرة حتى نهاية هذه الموجة من الطقس غير المستقر التي تضرب البلاد. درجة الحرارة الآن 17 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 13 درجة. سرعة الرياح 25 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج لا يزيد في أقصاه عن 60 سنتيمتر. حركة الملاحة في ميناء الإسكندرية تعمل بشكل جيد. على مدار اليوم كان هطول الأمطار أمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض مناطق الإسكندرية، لا سيما أطرافها الغربية والشرقية، بينما شهد وسط المدينة زخات خفيفة من الأمطار لم تستمر لوقت طويل ومع سطوع جزئي للشمس. إذا نحن نتحدث عن نوة قوية جاءت هذا العام أقوى من كل عام، ولكن أيضا واجهتها الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسكندرية بنفس القوة. يعني نتحدث عن 10 أضعاف الطاقة الاستيعابية لكمية المطر استقبلتها الإسكندرية هذه الأيام خلال هذه النوة، بحسب تصريح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الذي عقد اجتماعات طارئة ومكثفة على مدار الأيام السابقة مع الأجهزة التنفيذية والمعنية. وأول أمس كان اجتماعا هاما مع مسؤولي هيئة الصرف الصحي ومديرية الصرف الصحي ورؤساء الأحياء والمنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية المصرية من أجل وضع خطة. في إطار هذه الخطة تم تحديد نحو 93 نقطة، هي من المعروف نقطة ساخنة من المعروف أنه تتجمع فيها مياه الأمطار، وبالفعل تم الدفع بعدد من سيارات شفط وكسح المياه والمركبات المتخصصة في هذا الأمر من أجل التدخل الفوري. وبالفعل يعني ربما كانت هذه نتحدث عن نوة في منتهى القوة، ولكن الأثار الناتجة عنها كانت أقل بكثير من المتوقع نتيجة استنفار كافة الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسكندرية. وعلى أثار أيضا هذه النوة تم تعطيل الدراسة اليوم في محافظة الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي، الدراسة المدارس والمعاهد الأزهرية وكذلك العاملين في القطاع الحكومي. الطقس الآن بالفعل ننسي أكثر اعتدالا مما كان عليه بالأمس بكثير. درجات الحرارة ربما انخفضت، ولكن سرعة الرياح وارتفاع الموج ونقاء درجة نقاء الهواء وغير ذلك من الإحداثيات الخاصة بعملية الطقس انخفضت أو اعتدلت بشكل كبير. ومن المتوقع فقط في المساء أن تنخفض أكثر درجة الحرارة ويكون هناك كمية أمطار أكثر متوسطة على معظم مناطق أو أحياء محافظة الإسكندرية. هذه الموجة من الطقس السيء من المتوقع أيضا أن تنكسر ظهر غدا الجمعة، ولكن لا تزال غرف العمليات قائمة في ميناء هيئة ميناء الإسكندرية ومحافظة الإسكندرية مستمرة حتى تنكسر هذه الموجة من الطقس. ولكن أيضا نكرر هذه الرسالة في كل مرة التي خص بها اللواء محمد الشريف أكسترا نيوز على مواطن الإسكندرية إلزام بيوتهم، يعني لا يخرجون إلا في حالة الضرورة القصوى أو في حالة الاحتياج، وإذا خرجوا عليهم أيضا توخي الحذر أو اتباع تعليمات السلامة والابتعاد عن الأماكن أو المنازل الآيلة للسقوط وأعمدة الإنارة وما إلى ذلك. ولكن حتى هذه اللحظة بالفعل كما ذكرت وأكرر هذا الأمر أن الأثار الناجمة عن هذه الموجة من الطقس غير المستقر كانت أقل بكثيرا مما كان متوقعا بسبب استنفار كافة الأجهزة الأمنية. يعني هذا هو المشهد حتى هذه اللحظة، وسنتابع معك نانسي أيضا ومع مشاهدين الكرام حتى نهاية اليوم وبدءا من غد يعني نعرف كيف تنتهي هذه الموجة بإذن الله تنتهي على خير. أنا بشكرك شكرا جزيلا أحمد عبد الرازق على كل هذه التفاصيل، وبالتأكيد نتواصل معك حتى غدا لنستوضح يعني ما وصلت إليه حالة الطقس. أنا بشكرك شكرا جزيلا.